يعني بظل هالعصفورية القائمة، أولا أنا يعني إحساسي وشعوري ومعلوماتي ربما قد أكون مخطئ، ما في انتخابات يعني في موعدها كما هو، ولا أحد من كل القوى، وأقول من كل القوى، صار من مصلحته أن تجري هذه الانتخابات، وبالتالي قد نجد أنفسنا بأواخر بالمطلع الأسبوعين من نيسان أمام بداية تمظهر المبررات لتأجيل هذه الانتخابات سواء لست أشهر أو لمدة سنة كمان لاعتبارات عديدة، وجاءت طبيعة الترشيحات والانسحابات من هذه الانتخابات لتؤكد على أنه هناك قناعة لاعتبارات عديدة. إذا بدي أخذ المخطط الأكبر كان هناك رهان على أنه في إمكانية لتغيير الواقع تبع المجلس النيابي ومحاولة تقديم ما يسمى بالمجتمع المدني أو شغلات وأخذ الغالبية من القوى، بدي أسميها 8 أزار يعني راحت القصة، لفرض وقائع جديدة تجيب مجلس نيابي باتجاه مختلف، تنتخب رئيس جمهورية مختلف كما يريد اللي كان حاطط هذا المخطط، تشكل حكومة ما يكون في بميثاقة كلمة الشعب وجيش مقاومة سواء مباشرة أو غير مباشرة، وتفوتي بالعنوان الأساسي الأكبر اللي كان اللي هو أنك أنت تنزل لبداية معركة حقيقية لنزع سلاح المقاومة واللي بده كان يأخذ منحى آخر. القوى اللي خططت لذلك بلشت تكتشف على أنه لا، كل اللي عملته كل المال اللي انصرف كل اللي انعمل يبدو ما حيجيب هالنتيجة، فبدأت تتراجع. من تقصد بالقوى التي؟ من سواء الأمريكان أو من يتعاون معه أو بعض الجهات العربية اللي كانت عم تخوض معركة ضد تحديدا ضد حزب الله في لبنان اللي بتتهمه أنه مسيطر على 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 لبنان، فبالتالي وجدت أنه هذا الأمر لن يتحقق، فهلأ صار من مصلحتها أنه ما يصير ما تجري انتخابات. يعني تقصد أن نفس القوى التي كانت تطالب بالتغيير وإجراء هذه الانتخابات حتى قبل موعدها صحيح. اليوم تسعى لعدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها، هي كانت متحمسة لغاية شهرين لما هلأ عم يشوفوا أنه الأمريكان ما بقى متحمسين لأنه كل الإحصاءات كل الإشارات بتدل على أنه ما حيتحقق اللي كانوا مخططين له، فبالتالي أصبح من مصلحتهم أنه ما يحصل. اثنين، كل القوى مأزومة بالبلد، إذا بدنا نحكي المضبوط كل القوى، شليلي مفهوم المقاومة على جنب، بس أنا بحكي انتخابات وسياسي، هي مأزومة بالبلد نتيجة ما أوصلت البلد إليه، هذا البلد اللي انهار تماما، وصلنا إلى عصفورية كاملة الأوصاف، فبالتالي كمان مش من مصلحتها تفوت على انتخابات ما فيها مصاري كمان هالانتخابات هلا بظل مأزق. ثلاثة والأهم واللي أنا يعني حط أكثر من 1000 علامة استفهام، الرأي العام القطيعي اللي رغم وصل لأدنى ما يمكن أن يصل إليه البشر، منك أنت بعام 2022 ما عندك كهرباء ما عندك غاز ما عندك مي ما عندك دخل ما عندك طبابي ما ومع هذا كله في مين عمال يطلع ويعطي بيعمل هيك ديماغوجية معينة أو بيعمل بروباغندا وشعارات بعد بيلي صارت منذ ما قبل الطائف وما بعد الطائف حتى الآن، والناس بعدها عم تتعاطى وبلشت تدخل بطريقة تشكيل كيف بدها تكون الانتخابات دون أي حراك حقيقي، لأنه مفترض أمام كل هذا الواقع أنك أنت ما تعمل انتخابات أساسا، لا يمكن أن تجري. ولكن هذا استحقاق يعني لابد منه، يعني اليوم 4 سنين بالشكل استحقاق لكن بالمضمون لم يعد استحقاق. شو صار جمهورية منهارة؟ إذا البلد منهار بدي أوقف بالشكل على انتخابات، طيب أنا بدي أطرح سؤال، عملنا انتخابات وراح هذا الجهة أو هذا الجهة جاب 70 أو 80 صوت وأخذ البلد وعمل حكومة، هل أحد هل أدى الهبل أنه مراهن أنه ممكن يحدث أي تغيير بالبلد؟ يعني أنت ترى لن يحصل أي تغيير إذا أتى مجلس جديد؟ بالمطلق ثقافة بنيوية هذا البلد اللي قائمة هي امتداد تراكمي، بعد بكير بعدين يا عمي لازم حدا يفهم، بعد بكير لدي يركب البلد، قبل ما يركب النظام الإقليمي، قبل ما تركب التسويات بالإقليم لتترك أثرها على لبنان اللي له تقاطعاته بالإقليم بموضوع الغاز بموضوع التطبيع بموضوعات اقتصادية، وإجت هلأ قصة أوكرانيا وروسيا اللي قا
قد تكون بداية لتشكيل نظام دولي جديد بده يكون الإقليم جزء منه في ظل كل الصراعات الإقليمية والدولية. ولبنان اللي على شاطئ البحر المتوسط كمان هو أحد انعكاساته اللي عمال يتوهم أنه ممكن يكون في حل، بيكون موهوم، بيكون ما بيعرف سياسي.